صباح الخير احبائي واعزائي مع قناتكم قناة الملك والامير التي تعشق كل محبيها ومشتركيها. الحقيقة صباح جميل، صباح سعيد، صباح كله هنا وفرح وسرور. دايما بندي كل ما هو جديد. شكرا لكل التعليقات الجميلة واللايكات الحلوة اللي من مشتركين القناة والكلام الحلو اللي دايما بسمعه، ومفيش اي كلام هزيل او كلام خارج النطاق. النهاردة وسط صراخ وعويل اسرة مينا عبد السيد تستقبل نبأ مقتله ببئر مياه باكتوبر. وسط صراخات وحزن شديد تم العثور على الشاب المسيحي مينا عبد السيد الذي اختفى يوم الاثنين الماضي 24 يناير جثة هالة لأسرته، مقتولا ببئر مياه بجوار جامعة زويل في مدينة 6 أكتوبر. وقال والده إنه وجهه به حروق وبعض أجزاء من جسده. وتابع والده إنه يتابع التحقيقات بقسم 6 أكتوبر الآن لاستكمال التحقيقات، مشيرا إن الأسرة في حالة حزن شديد وإن ابنه قتل دون سبب ولا يوجد له أي أعداء ولم يتم العثور عليه منذ الاثنين الماضي رغم الاستغاثات. وقال والده ابني مينا عبد السيد عطية حاصل على بكالوريوس زراعة تغيب من محل عمله في كنتاكي من أمام حي الأشجار داخل بنزينة وطنية يوم 1/24/2022. بيقول كان اتصل بيا واتكلم معايا الساعة 6:06 وقال لي يا بابا انا في بنزينة وطنية. بعديها اجريت اتصالا لمحل عمله واخبروني انه غادر المكان الساعة 6 ولكن لم يعود حتى تم العثور على جثته اليوم. وظهر أقارب مينا حول جثته وأحدهم يصرخ مينا اتحرق مينا اتقتل وإحنا بنصرخ من يوم الاثنين ومينا اليوم اتحرق وأظهر وجهه وبه بعض الحروق وحاول البعض تهدئة وهو يصرخ مينا اتحرق. وتجري الأجهزة الأمنية التحقيقات لكشف الحقائق في مقتل الشاب ومعرفة ملابسات الحادث. قال والد مينا المختفي يستغيث بالرئيس السيسي تدهورت صحة والدته واسمه لم يسجل في أي قسم أو أي مستشفى. وقال عطية في مقطع فيديو رئيسنا المحبوب أنا مواطن مصري حتى النخاع تغيب ابني مينا عبد السيد عطية حاصل على بكالوريوس زراعة موضحا تغيب ابني من محل عمله في كنتاكي من أمام حي الأشجار داخل بنزينة وطنية يوم 24/1/2022. كان اتصل بي واتكلم معايا الساعة 6:06. مشهد طول حياته لم يعتاد المبيت خارج المنزل حيث ربيته تربية سليمة فأصبح شخصا محترما والجميع يشهد بذلك. قصدت أقسام الشرطة ولم يتم تسجيل اسمه في أي قسم وكذلك المستشفيات وأطالب الرئيس بتوجيه الأجهزة المعنية بسرعة البحث عن ابن مينا. ونظرا لتدهور صحوة والدته المصابة بأمراض مزمنة وإحنا ناس بنحب البلد وصحتنا تعبت وبنناشد الرئيس بالتدخل شخصيا في هذا الموضوع. الخبر مؤلم ومحزن جدا. من هو المتسبب في مقتل هذا الشاب؟ تعرض شاب قبطي مسيحي لحادث أليم والسوشيال ميديا تنقلب بالصلاة من أجله. ماذا حدث؟ هذا تعرض الشاب القبطي مايكل مظهر لحادث أليم وحالته حرجة جدا وأدى هذا الحادث إلى دخوله في غيبوبة وتم نقله على الفور إلى مستشفى الزهور ودخول العناية المركزة. وانقلبت السوشيال ميديا بالصلاة من أجله
وقالوا أصدقاؤه: ربنا يشفيك ويعافيك ويقومك بالسلامة، اللهم أنت الشافي المعافي، ربنا يشفيك يا حبيبي ويرفع عنك وتقوم بالسلامة. مايكل عمل حادثة وهو شغال وبيسعى بحلال ربنا، فنتمنى من أي حد إن يدعيله إن يقوم بالسلامة. مايكل الطيب ما يستاهلش مننا غير كل شيء طيب، دعوتنا ليه بالخير كله، ليه برجاء الدعاء بالشفاء العاجل للشاب مايكل. هو دلوقتي في مستشفى الزهور وفي حالة حرجة بالعناية، نرجو الدعاء له بالشفاء، رجاء محبة طلب صلاة، لو سمحت محتاجة طلب صلاة من أجل مايكل، عمل حادثة وحالته حرجة جدا وفاقد الوعي، محتاج معجزة بجد، والمعجزة مش هتيجي غير بالصلاة. يا ريت كل الناس تصلي له، ربنا يتمجد معاه ويشفيه. صلوا من فضلكم، الصلاة تصنع المعجزات والمستحيل، ربنا معاك وتقوم بألف سلامة يا رب. عايزين الكل يطلب ويصلي من أجل مايكل، محتاجين صلاة ومحتاجين طلبة من القلب، وتقول يا رب اتمجد ومد يمينك واصنع معجزة مع ابنك، وريه مجدك، خليه يقول اني مفيش زيك، وخلينا نشعر انك انت الاله والاخر، انت هو الاله الحقيقي وانت هو القوي. احبائي واعزائي، نعود مرة اخرى، مينا محروقا ام مقتولا، غموض في تفاصيل العثور على جثة مينا عبد السيد ببئر صرف صحي. محروقا ام مقتولا، غموض في تفاصيل جثة مينا عبد السيد ببئر صرف صحي. وسط صرخات وحزن شديد لأسرته على الشاب القبطي مينا عبد السيد الذي اختفى يوم الاثنين. مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. حقيقة وفاة الفتاة القاسم مهرائيل صبحي ووالدتها، الحقيقة انتشرت شائعات على بعض المواقع الإخبارية والصفح على مواقع التواصل الاجتماعي تقول أن والدة الفتاة القبطية المختفية القاسم مهرائيل صبحي حكيم توفت اليوم، ولكن هذا الخبر ليس به أساس من الصحة، وما زالت في حالة خطرة قهرا على اختفاء ابنتها. جدير بالذكر أن ميخائيل صبحي شقيق مهرائيل كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس الأربعاء: الأم تلفظ أنفاسها الأخيرة قهرا وحزنا على ابنتها المخطوفة مهرائيل صبحي حكيم، طفلة قاسم مخطوفة من يوم 2/12/2021. استغاثة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمن الوطني وزير الداخلية والنائب العام ومدير أمن الأليوبية. وظهر ميخائيل في فيديو له بعد يأسه من عدم عودة شقيقته وناشد فيه المسؤولين، وظل يصرخ ويقول: يا جدعان والله أمي بتموت ومش لاقي مستشفى ليها، وكل ده عشان أختي بقالها 54 يوم وما نعرفش عنها أي حاجة، أرجوكم ساعدونا، إحنا عندنا ثقة كبيرة في الأجهزة الأمنية إنهم هيعملوا في أقصى ما في جهدهم. ووجه رسالة لشقيقته بيقول لها: يا مهرائيل لو إنتي شايفاني أرجوكي اهربي منهم، وإحنا منتظرينك، أمك بتموت والله ونفسها تشوفك. وكان استغاث ميخائيل صبحي شقيق الفتاة القبطية مهرائيل صبحي من جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبيقول: أكتر من 50 يوم وأنا بستغيث وأبحث عنك يا مهرائيل يا صبحي المختفية قسرية من قبل سواقين توك توك سواق، وحتى الآن لا أحد يستجيب، رجاء محبة نرفع صلاة لأختي مهرائيل علشان ربنا يتمجد ويرجعها، كتر خيركم، نرفع صلاة من أجل هذه الفتاة القاصر التي يشاع أنها أعلنت وأشهرت إسلامها. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يكون في خير، وربنا يتمجد ويرجع بنته بسلام عشان أمها تطمن عليها، سواء كانت مسيحية أو مسلمة، المهم إنها أمها تطمن عليها لأنها في الأول والآخر إنسانة. وهكمل معاكم الأخبار حلوة والقضاء وإزاي عملوا مع شعب إسرائيل. نقرأ في شيء جميل، لازم ناخد جرعة يكون فيها حب، جرعة فيها حنان، جرعة فيها كلام يكون نقي وشيء جميل جدا جدا. سفر المزامير المزمور
الأول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي وسط طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المجتهدين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته بناموسه يلاج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أواني وورقها ولا يذبل، وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك الأشرار، لكنهم كالعاصفة التي تثريها الريح. لذلك لا تقوم الأشرار في الدين ولا الخطاة في جماعة الأبرار، لأن الرب يعلم طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتهلك. سفر المزامير، الإصحاح الثاني. الإصحاح الثاني: لماذا ارتجت الأمم وتفاقر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع قيودهم، لنطرح أن ربطهما الساكن في السماوات. يضحك الرب يستهزئ بهم، حينئذ يتكلم عليهم بغضبه وبرجفهم يجازيه. أما أنا فقد مسحت ملكي على سيون جبل قدسي، إني أخبر من جهة قضاء الرب. قال لي: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثك وأقاصي الأرض ملكا لك. تحطبهم بقضيب من حديد مثل عناء ومن خزاف تكسرهم. فالآن يا أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض، اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدتين، اقبلوا الابن لئلا يغضب فتبيد من الطريق، لأنه عن قليل يتقد غضبه. وتوبى لجميع المتكلين عليه. هللويا. سفر المزامير، الإصحاح الثالث. مزمور لداود حينما هرب من وجه أبشالوم ابنه: يا رب، ما أكثر مضايقي، كثيرون قائمون عليك، كثيرون يقولون لنفسي: ليس خلاص بآلهة، أما أنت يا رب فترسم لي مجدي ورافع رأسي. بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت، لأن الرب يعضدني. لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين على من حولي. قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار. للرب الخلاص على شعبك، بركتك الليل. سفر المزامير، الإصحاح الرابع. لإمام المغنين على ذوات الأوتار، مزمور داود. عند دعائي استجب لي يا إله، بر في الضيق رحبت لي، ترأف علي واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى يكون مجدي عارا؟ حتى متى تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ فاعلموا أن الرب قد مزي، يتقي الرب يسمع عندما أدعوه. ارتعدوا ولا تخطئوا، تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم واسكتوا. اذبحوا ذبائح البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون: من يرين خيرا؟ ارفع علينا نور وجهك يا ربنا يسوع المسيح. جعلت سرورا في قلبي اعظم من سرورهم، اذ كسرت قنطتهم وخمرهم. بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. هللويا. سفر المزامير، الإصحاح المزمور الخامس. لإمام المغنين على زواد النفخ، مزمور لداود. لكلماتي أصغ يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي. يا رب بالغداة تسمع صوتي، بالغداة أوجه قلاء صلاتي نحوك وأنتظر، لأنك أنت لست إلها يسر بالشر ولا يسكنك الشرير. لا يكفى المفتخرون قدام عينيك، أبغضت كل فاعل الإثم. تهلك المتكلمين بالكذب، رجل الدماء والغش يكره الرب. أما أنا بكثرة رحمتك أدخل بيتك، أسجد في هيكل قدسك بخوفك. يا رب اهدني إلى برك بسبب أعدائي، سائل أمامي طريقك، لأنه ليس فيهم يمسكون باطلين، وقلوبهم حنجرتين قبر مفتوحة، بل سنتين قد غشوا دينهم. دينهم يا الله ليسكتوا من ممارتهم، وكثرة ذنوبهم ترعوا وأحبهم، لأنهم تمردوا عليك. ويفرح جميع المتكلين عليك للأبد، يهتفون وتظللهم.
ويبتهج بك محب اسمه، لأنك أنت تبارك الصديق يا رب، كأنه بترسم تحيط بالرضا والمجد لله دائما.